سيادنا سلام الله عليكم. العرض اللي عندنا لكم اليوم من مدينة حد السوالم، واحد الشقة بالمساحة ديال 58 متر مربع، جات في السونتر ديال مدينة حد السوالم، جوج البيوت وصالون وحمام ومطبخ. الباب اللي كيدخل هاد الشقة ديال العود ماركة ممتازة، اللهم بارك، مخدوم بواحد الفينيسيون مزيان. كاينين جوج ديال الشقق في الطابق اللي بقى متوفر عندنا في هذا الموبل هذا، وبقى عندنا السفلي، وبقى عندنا الدوزيام ايطاج والتخوازيام ايطاج. بالنسبة للمساحة كيف سبق وقلت لكم هي 58 متر مربع. في الدخلة ديال الشقة كنلقاو الصالون اللي جا بواحد المساحة كبيرة، اللهم بارك، وجا مخدوم مزيان بواحد لافينيسيون ممتازة. هاد الشقة جات في السونتر ديال مدينة حد السوالم، قريبة لجميع المرافق، لوتيسمون جديدة. بالنسبة للصالون هو هذا، صالون مساحة كبيرة ما شاء الله، وبالنسبة للأرضية راه مخدومة مزيان ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا البيت الأولى اللي هي هذه، عندنا فيها بالكون، البيت جات في صالة ديالها مربعة، جات مخدومة مزيان من ناحية البلافون بالقبس والأرض، وبالنسبة للحيط صباغة ديال الخيال ما شاء الله، اللهم بارك. عندنا البالكون، البالكون ما شاء الله حتى هو بواحد المساحة كبيرة، وعندنا في البالكون بلاصة الانستالاسيون ديال شوفو. هاد الشقة جات كطل على الجردة، قدامها واحد المساحة كبيرة ديال واحد الجردة إن شاء الله. وعندنا الحمام اللي هو هذا، جات هو بواحد لافينيسيون غزالة بواحد المساحة كبيرة. عندنا لامارك ديال السانيتير راه ماركة معروفة، عندنا الفاسك، وعندنا المراية ما شاء الله. وعندنا البيت الثانية اللي هي هذه، جات عندها الشرجم كيطل على لاكور، عندنا فيها بلاكار بجوج ديال البيبان، بلاكار كوليس، وجا مخدوم بواحد خدمة تبارك الله ما شاء الله متقونة. الصباغة صباغة ديال الخيال. البلافون عندنا فيه لي سبور ما شاء الله تبارك الرحمن. بيبان بلان دي تبارك الله ديال الخشب، نوع جيد. وعندنا المطبخ اللي ما شاء الله جا بواحد مساحة متوسطة، ولكن جا مخدوم مزيان فيني تبارك الله ما شاء الله. مازال ما كملاتش الأشغال هنا، ولكن اللمسات الأخيرة إن شاء الله. بالنسبة اللي تيتر راهم واجدين، غير جي من نهارك تكتب إن شاء الله. بالنسبة للناس اللي بغاو هاد الشقة، نذكركم بالمساحة ديالها هي 58 متر مربع. بالنسبة للثمن، الثمن صراحة الثمن في نظري ثمن مناسب، اللي هو 40 مليون. طبعا هاد الثمن قابل للتفاوض. بقى عندنا هذه، وبقى عندنا وحده نفس الموبل، نفس الصاله، نفس كل شيء. عندنا وحده في الطابق الثاني، وعندنا وحده في الطابق الثالث. بالنسبه للناس اللي بغاو يتواصلوا معنا، مرحبا بهم. الرقم ديالنا اللي هو 07 66 78 30 12. الى هنا اخواني، نتمنى نلقاكم ان شاء الله في صحه جيده. الى اللقاء.